بسيف نحن تو قدام شارنيكول، نحبك انت تحكي لي بالضبط شنو اللي صار اليوم في منوعه نورتونا على الثلجه الوطنيه الاولى. اليوم شنو صار؟ اليوم جينا من مصعتين نتاع القايله، دخلنا برفنا المخرج نتاع المنوعه هذه، شاف الخدمه قال لنا باهي برا على رواحكم. قعدنا مطيشين من مصعتين ونص حتى كشي لين بدات ليميسيون تبدا العشرة متاع الليل، واحنا غادي في التلفزة هذا الكل تعدى بدات ليميسيون. قعدنا من تالي كيما لي زانفيتي الكل، قرينا البروغرام، نلقاو البروغرام محطوطين احنا في اخر ليميسيون. استنينا، جيت في اخر ليميسيون جانا السيد هذا مساعد المخرج تاع المنوعة، قال لنا سامحوني الولاد راهو ما تنجمش تتعدى الفقرة اللي باش تعملوها على خاطر السي دي ما قراش الماكينه، اوكو انا السي دي مديته له من مصعتين دوب ما وصلت. فيق بيه هو قبل ما توفى ليميسيون بدقيقتين. شنو هي كان؟ جينا واحد اخر من بعد، واحنا على خاطر سالنا وقلنا لنا شكون المسؤول على الحكايه هذيا خلينا نسالوه. سالنا جينا واحد اخر اش قال لنا؟ قال لنا سامحونا الاولاد راكم ما تعديتوش على خاطر توا وقت الاخبار، وماك تعرف وقت الاخبار ما فيهمش لعب، عندك الاذان والاخبار الاوقات هذوما ما فيهمش لعب. دونك جاء الثالث اللي من بعده، واحنا مازلنا في نفس المنطقه اللي نطالبوا بكونوا شكون المسؤول على الحكايه هذه. جاء الثالث اللي من بعده قال الاولاد نقول لكم حاجه تعرفوا الصحيحه، راهو اليوم السي دي نتاعكم راهو نسيه اللي عنده اللي يشوف التكنيسيان نسيه في البيرو وسكر المفتاح وروح، فهمني هذاك علاش ما لقينيش السيديات، فهمني ان شاء الله الجمعه جات. هذه حاجه. اللي من بعده خرجنا لبر قلنا لهم احنا تشنجنا، فهمني عبد مطيش من مصعتي واسباب تافهه على الاخر، تشنجنا قلنا لهم اعطيونا المسؤول ولا المخرج هذا ولا اللي استدعانا احنا كمجموعه اعطيوهونا شنو هي السبب. السبب وكونه انا نشوف فيه المخرج وقت اللي احنا نحينا الخدمه نتاعنا ولبسنا المراول اللي باش نخدموا بهم، فهمني كي شاف فيهم المريول مكتوب فيه لو شهيد اي مسكين ومكتوب فيه من لوطه خونه، دونك الاراء تبدلت ولا فما يوشوشوا لبعضهم ويوشوش للانيماتريس ويوشوش للكادرور وغيره وغيره وغيره. هذا نشوفوا فيه راهو قبل ما يجينا الاسيستون. صارت تشنجات، فهمني تلفت واحد من التكنيسيانات قال انتم ليه في محلنا وتصيحوا علينا وتسبوا فينا ودرا شنيا، وواحد اخر تنطر من غادي قال لي انت تجبد في التلفزه ودرا شنيا وهذه مؤسسه، واعتدي عليا بالعنف ومن غادي صارت المناوشات، هما ضربونا واحنا رجعنا زاده بالعنف، فهمني كيف ما هما ضربونا. وهاك تغزر في الحاله نتاع الاولاد، انا وذنيا غرزت فيها رز وحمدي يديه مجروحه وتضرب في محاشمه، وعنا عاطف يديها مكسوره وصوروا عليها. كان فما ما غير ما نسميه اسامي، ما كان فما اطراف معناتها من النقابه نتاع التلفزه، وكان فما انسان معناتها اتصلت به انا شخصيا على اساس باش يعطيني موقف، وكان اعتذر انه ما ينجمش يعطي موقف الان، وقال لي مع الاساس انه انتم بادرتوا بالعنف واعتديتوا على تقنيه التلفزه بالعنف. يا اخي هو هما معناتها ما كان منهم الا انهم ردوا الفعل، ويقول زاد انه معناتها ماذا بكم ما تساعدوش على خاطر تقنيه التلفزه معناها مشاو عملوا شهادات طبيه ومش يقدموا فيكم قضيه، وهو مش يحاول انه كيفاش يرجعهم باش ما يقدموش فيكم قضيه. هو انا اللي باش نقوله في كلمتين خفيف نضاف، فما دي كاميرات سيرفيونس قاعده تصور، تفهمنا فيها الحكايه هذه. دونك الكاميرا السلاح اللي يحكي به هو وكونه موجودين هذوكم ديجا باش يحكيو على الاعتداء بالعنف. نركز على الاعتداء بالعنف، شكون هو اللي بدا يعتدي على ثلاثه اليوم تستدعاهم للتلفزه ممثلين تعتدي عليهم بالعنف في اللوج نتاع التلفزه الوطنيه، فهمني؟ بالنسبه للحكايه اللي في اللي صارت في التلفزه بالضبط، هي وقتاش صارت مناوشات بيننا وبينهم، احنا تشنجنا وهما فهمتني معانا بكل كلمه. وقتاش بدات المناوشات طلبنا مسؤول، قلنا مدير تلفزه دار واحد بالحرف الواحد، قال مدير التلفزه اللي تحكي عليه راهو في مقام وزير، هو في مقام وزير والا حتى لو كان وزير راهو مواطن قبل ما يكون وزير، وانا زاد مواطن. وقال لي تسبني في داري، فهمت؟ ماهيش داره هذيك مؤسسه عموميه، داري انا قبل ما تكون داره هو. وهذا الكل انا تعديت في الميسيون ولا ما تعديتش ما يهمنيش، اما اللي يهمني انهم اعتديوا عليا بالعنف في منتاش واحد يضربوا فينا احنا ثلاثه من الناس في وسطهم، وضربني وبكى سبقني شكى. بون العنف اللي كان من عندهم هما راهو مش عنف عادي، معناه عنف بتاع في
معنا في مؤسسة عمومية هي في الإذاعة والتلفزة التونسية ما فهمت، يجبد لك عصا ما عادش منين يجبد فيها، يضرب في ضرب ميت تضربش، تشوف الحالة معناها اللي نحن وصلنا لها توا معناها نتاع حبيت نسأل بعد الاعتداء هذا انتم ناويين تشكيوا ولا احنا بيان سور باش ناخذوا موقف من الحكاية هذي ماهيش مستعدة بالسهل.